للعالمين مرة أخرى وبداية أخبار العالمين مع معالي وزير السياحة طبعا والآثار شريف فتحي، واللي وجه شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على طبعا النظام والتنظيم اللي بيشهدوا مهرجان العالمين الجديدة. وطبعا تفقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار وعمر الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة بصحبة 13 سفيرا، حط مليون خط بقى، بصحبة 13 سفيرا يعني 13 دولة. فالمنطقة الشاطئية طبعا الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. وشارك كمان شريف فتحي وزير السياحة في جولة بمدينة العالمين الجديدة صحبة 13 سفيرا ومسؤولا أجنبيا بحضور 24 وسيلة إعلام أجنبية. هو ده الترويج اللي بجد يا جماعة، هو ده الترويج. يعني أنا بيستوقفني التفاصيل دي في الأخبار، بشكر طبعا فريق الإعداد المحترم لأن التفاصيل دي مهمة. أنت بتتكلم على 13 سفير ومسؤول، بتتكلم على 24 وسيلة إعلام أجنبية، ما هو ده الترويج. لأن أنا النهاردة لما أعمل كل الأحداث العظيمة دي بس مش عارف أروج لها هتبقى دي مشكلة. لكن الحقيقة أن الشركة المتحدة عارفة تروج كويس قوي للي بيحصل على أراضي مصرية في مدينة العالمين الجديدة. طبعا حرص الأستاذ عمرو الفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم كلمة خلال مؤتمر طبعا وزير السياحة المقام على هامش فعاليات مهرجان العالمين في دورته الثانية. وقال أستاذ عمرو الفي إن مهرجان أو فكرة المهرجان كانت قائمة على الترويج السياحي للعالمين والاستثمار في العالمين، والنهاردة طبعا بتشريف وزير السياحة حسينا إنه الموضوع بدأ يؤتي ثماره، وإن شاء الله المهرجان كل سنة يتطور عن اللي بعدها، والسنة الجاية هنهتم إن يبقى عندنا نجوم عالميين من أوروبا وأمريكا. عندك إيه ما؟ لا أنا الخبر اللي معايا لذيذ جدا، برضو ليه علاقة بالأنشطة والفعاليات للنجم كل الناس بتحبه. انت عارفة أسطورة السندباد؟ طبعا اكيد بتحبي سندباد طبعا، مين فينا ما يحبش السندباد؟ كلنا بنحبها ومرتبطه جدا في اذهاننا وكلنا بنحبها.